دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من اهمها عوده اول افواج حجاج الجمعيات الاهليه الى القاهره، واخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستأنف طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية امتحانات الدور الأول بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفيزياء وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة. النهاردة عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة، ويعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج من مطار جدة إلى القاهرة. النهاردة هتبدأ وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين بمحافظات الجمهورية.